أحمد عبد الله الشقاوي بطل العالم للراليات الصحراوية لعام 2018. طبعاً متحف حمد بن ناصر ما شاء الله من المتاحف المميزة جداً، وزي ما انت شايفين سيارات نادرة جداً ومميزة ما شاء الله، وشارك وعنده من الجوائز كثيرة. وبالنسبة لحمد بن ناصر من ضمن فريقي وصديق عزيز ومن الداعمين لي، عندي بعض اللمسات فيه ما شاء الله. زي ما انت شايفين العربية، هذا فكرة كانت صندوق حق رحلات يحط فوق السيارة، حولناه للعربية الآن للدراجة النارية، وما شاء الله الدراجة والعربية فازت بجوائز كثيرة. كذلك الفورت 66 مع العربية حقته، بالنسبة للعربية تصنيعي بالكامل وأخذت جوائز ما شاء الله، والقادم بإذن الله أفضل. نشأتي كانت زي نشأة أي متسابق متواضعة طبعاً، فنشأت بالدراجات الهوائية. أول حاجة الدراجات الهوائية كانت متواضعة، ما عندنا أي معلومة، بس شفنا الدراجة توها نازلة يعني واشتريناها، بدينا شوي سنة بعدين قعدت أطلع أفكار لحد ما بديت أسوي سباقات أنا والشباب حقين الحارة، ممكن 4 أشخاص كذا، كنا نجمع 4 قروش ونحطها جائزة والأول يأخذها. والحمد لله من أول سباق فزت بالدراجات الهوائية. بعدين عندي شغف بالدراجات النارية، عام 1984 كنت طفل صغير مرة، هي أول دراجة اشتريتها هوندا مانكي. طبعا كيف اشتريتها؟ عندي حيوانات وطيور وكذا، قدرت أني أبيعها كلها صفيها وأخذ من الوالد الله يرحمها يكمل لي المبلغ. طبعاً كمل لي المبلغ ما يعرف وش أنا بشتري، لأنها كانت جريمة شراء الدراجة ذاك الوقت. اشتريت الحمد لله، قدرت أحصل على الدراجة من ولاية ثانية، من الحي اللي جنبنا يعني، رحت على رجولي وأنا وابن عمي واشترينا الدراجة وجيبناها. فاتفقت مع الجيران انهم يحطوني الدراجه، يحطون الدراجه عندهم مقابل انهم يستخدمونها بسيط وكذا. اذكر من المعاناه اللي كنا نعانيها بالدراجات الناريه، اذا خربت الدراجه علشان بوجي واحد احتاج شهر على بال ما احد يشيلها يوديها للجراج، تمام، منطقه ثانيه، والجراج برضه يقعد شهر او شهرين علشان ما يركب لي بوجي سبارك بلاك. فكنا نعاني يعني من شهرين إلى 3 شهور على شامبوجي واحد. بالنسبة للدراسة، درست لحد الثانوي، بعدين حولت درست الميكانيكا ودرست الكهرباء وأخذت دورات حاسب، ويعني طورت، أخذت دورة أوتوكاد للتصنيع والرسم، أخذت دورة 3D ماكس، فالحمد لله هذه طورتني شوي. ولكن كنت أطمح أني أتخرج هندسة، ولكن يعني ما كنت ماشي كويس يعني. بداية حياتي طبعا بمنطقة القصيم رايدة، لما وصلت 18 سنة انتقلت للرياض. بداياتي القوية كانت بالرياض، يعني بالنسبة للدراجات النارية كان عندنا حلبة بي في جروب، يعني هذه الشركات أمريكية وأجنبية اللي يعني مستلمين الحلبات، كانت بصفة غير رسمية. بالتسعينات دخلت الحلبة هذه واشتريت دراجة خاصة للحلبة، يعني اشتريت موتوكروس 125، فبديت أطور نفسي والحمد لله هي من الأشياء اللي طورتني، والأجانب اللي فيها هم اللي برضو اسقلونا وعطونا معلومات ما كان في انترنت ولا كان في مجلات ولا كان، فأصدقائنا هم اللي طوروني ولله الحمد. بعدين ابتدينا بالاحتراف. بعد ما دخلت الحلبات اللي هي الحلبات الموتوكروس وكل الموجودين أبطال، تطورنا وتثقفنا. بعدين جت لي فكرة تصنيع دراجات، فسويت محل دراجات نارية، مع العلم إن كل العالم كانت ضدي، ولا يعني ما في واحد قال لي توكل على الله وافتح وطريقك هذا، كل العالم تقول لي إن الوضع مش راح يناسبك ولا راح تبدع ولا راح. فتحت
سويت لي محل صغير وكذا، وطورنا لحد ما بديت أصنع دراجات نارية وتفوز ببطولات دولية ولا الحين. وعندي ابتكارات بالدراجات النارية، يعني أول دراجة صحراوية عجلتين حطينا عليهم محركات كبيرة، وإلى حد الآن هي اللي بالصدارة ولله الحمد. صنعت دراجات الأربع عجلات البانشي وكذا. 2007 امتلكنا أسرع دراجة بالعالم، يعني أقوى بطولة بأمريكا هي اللي جابت حققت المركز الأول. جبنا الدراجة هنا وحققنا عليها أسرع دراجة بالشرق الأوسط، وجلسنا ممكن سنتين أو ثلاث ما نكسر الرقم هذا. صنعنا دراجات ولله الحمد، حققنا إنجازات عالية جدا بالساند دراج والأمور هذه، ووصلنا لأكثر من اللي إحنا نطمح له ولله الحمد. بالنسبة للدراجات الصحراوية الموتوكروس والكواد، طبعا فيها خطورة كبيرة جدا، ولكن طبعا نلبس السيفتي بالكامل، قرابة 18 قطعة، وما زال في إصابات وكذا بالحلبات. وأنا تعرضت لسبع كسور، ست كسور تقريبا بالحلبات، وكسر بالأندورو. الكواد مرة جات لي إصابة برضو، قطع بالعضلات عندي قرابة 18 غارزة عندي، وجلست 3 شهور مصاب. كذلك الكدمات عندي أكثر من 30 تقريبا إصابة بدون كسور. فالجسم مليان كله إصابات، كلها من الدراجات النارية. قررت أني أحول على السيارات لأنها آمن، وآمن من الدراجات نوعا ما، والحمد لله ما زلت في السيارات الآن. بالنسبة لعشقنا للسيارات والدراجات، يعني مرتبط بشغل العائلة. يعني الوالد وعماني الله يرحمهم كانوا يشتغلون بالمعدات الثقيلة، فالوالد يعني يشتغل بالطعوس، يعني اللي هي الديونز، فمرتبط يعني أنا نشأت بالطعوس يعني. بداياتي من هذه المنطقة، وأنا صغير كنت أجي مع الوالد رحمة الله عليه، لما يوقفوا السيارة وينزلوا يشتغلوا هنا، أجي أشغل السيارة وأتمشى وأرقى الطعوس الصغيرة، ويعني كل يوم تمرين لحد ما تعودت يعني التطعيس والأماكن هذه. فهذه كانت بدايتي والحمد، والآن الحمد لله وصلت إلى بطولة العالم، فكانت البداية من هنا. طبعاً بعد ما انتقلنا من الدراجات النارية للسيارات، الحمد لله قدرت أني أفتح الجراج وأصنع السيارات وأفوز عليها. وزي ما انت شايفين زي الدراجة هذه تعتبر سيارة طبعاً بعد ما تجهز، هذه تعتبر سيارة فئة التي 3، صنعناها الموسم هذا والحمد لله فازت بجميع الراليات اللي دخلنا فيها. طبعاً لما أقول فازت، البوديوم مركز ثالث ثاني أول. كذلك السيارة هذه من تجهيزي اللونج ترافل، والحمد لله جابت نتائج كويسة. كذلك أكثر السيارات اللي يفوز عليها أنا أكون أنا اللي مصنعها، ولا الحمد تجتاز الفحص الفني وتجتاز الفحص حق المنظمة الدولية الفاي. كذلك النتائج الحمد لله كلها مركز أول اللي أشارك عليها. الراليات لي بالمشاركات كنت أشتري سيارات جاهزة مصنعة، ما توفقت فيها أبداً، يعني حاولت كثير ما توفقت، تعبت كثير مع السيارات هذه حقيقة، وما تقدر تبني وتهد وتبني، فهذه مكلفة جداً. فعام 2011 قررت أني أنا أبتدي بالتصنيع، ولله الحمد اشتريت سيارة مستخدمة وصنعتها من أول مشاركة لي مركز أول ولله الحمد. فبرضو السنة اللي بعدها دخلت عليها مركز أول، عرفت ان التصنيع الحمد لله كان
يعني متقن جدا. فولا الحمد الى يومك وانا ادخل اسيرات اللي مصنعها وكلها مراكز اولى، حتى اصحابي وفريقي صنعت لهم وكلها مراكز اولى ولله الحمد. طبعا لما نقول تصنيع بالنسبه للتي 1 والتي 2 والتي 3، التي 1 بامكانك تصنعها بالكامل من الزيرو، وعندي واحده الان ان شاء الله قريبا تخلص. كذلك التي 2 لا، ممنوع تصنع كل حاجه، لازم تحط عليها التعليق السسبنشن، الرول جيج، السيفتي، الامور كلها هذه ما عدا الفريم اللي هو الشاسي والبادي ممنوع تلمس فيه حاجه. فهذه صنعت منها كثير واجتازة مراكز أولى. كذلك التي 3 صنعت أول سيارة بالمملكة العربية السعودية عام 2011، صنعتها وفازت بالمركز الأول برالي حايل. كذلك المرحلة فئة التي 2 عام 2012 برالي حايل هي المركز الأول برضو من تصنيعي. كذلك اليو تي في هذه توي مصنعها، صنعت سيارتين وكلها مراكز أولى فئتها ولله الحمد. فالحمد لله جالسة تطور كل يوم افضل من الثاني، وعندي طموح ان شاء الله نصنع مصانع، يعني نصنع سيارات تنافس بالبطولات الدوليه كلها باذن الله. بالنسبه لانجازاتي، اول انجازات لي كانت بالدراجات الصحراويه الموتوكروس، فالحمد لله حققت انجازات كثيره. كذلك بعدها انتقلت على الراليات الصحراويه الساند دراج اللي هي السباقات الرمليه، ولله الحمد دراجات وسيارات كلها نتائج ولله الحمد متقدمة كثيرة داخل المملكة وخارج المملكة. بعدين ابتدينا بالراليات الصحراوية، ولله الحمد حققت نتائج كثيرة من ضمنها بطولة العالم للراليات الصحراوية، وما زلنا نحقق ولله الحمد إنجازات عالمية بالنسبة للراليات الصحراوية. بالنسبة لبطولة العالم للرالي الصحراوية، بعض الناس يحسبها بدولة واحدة، هي ب 11 دولة. أول جولة روسيا للأسف ما قدرت أدخلها، دخلت اللي الجولة الثانية دبي على لاند كروزر وحققت المركز الأول ولله الحمد 25 نقطة. بعدين الجولة اللي بعدها أبو ظبي كروس كانتري دبل بوينت، حققت 50 نقطة مركز أول. بعدين انتقلنا لقطر كروس كانتري دبل بوينت، حققت 50 نقطة. بعدين تصدرت بطولة العالم ب 50 نقطة فارق عن المركز الثاني. بعدين دعمتني الدولة ممثلة بالاتحاد السعودي وهيئة الرياضة ولله الحمد، دعموني للراليات اللي بعدها. كان قريب رالي كازاخستان ما امداني عليه، مسافة بعيدة، سوينا اتصالات ايجار سيارات وكذا، الكل اعتذار لان الرالي باقي يومين يبتدي، كنسلناها. فات علي تراجعت، صرت متقدم 25 نقطة على أقرب منافس. فمشينا إيطاليا، حققت مركز ثالث لأن السيارة ما كانت مجهزة، مأجرها مستأجرها أنا. فالمنافس قرب، يعني صار 18 نقطة بيني وبينه. بعدين شحنت سيارتنا لللاند كروزر لإسبانيا، فزت بالمركز الأول، بعدين تقدمت. فصارت البطولة أكشن، يعني صعبة جدا ومتعبة جدا، ويعني تعرف الاتحاد والاتحاد السعودي وهيئة الرياضة والدولة طالبين منك فوز، فعليه مسؤولية كبيرة، الفريق كذلك، الجمهور. بعد إيطاليا انتقلنا لإسبانيا، فزت بالمركز الأول، بعدين بولندا مركز ثاني، بعدين هنغاريا مركز ثاني. فكانت المنافسة قريبة. بعد ما رحت للمغرب كروس كانتري بدبل بوينت، الحمد لله شديت حيلي وكانت منافسة قوية، فحققت المركز الأول 50 نقطة، فحسمت بطولة العالم قبل ما نروح للبرتغال ولله الحمد. دكار 2020، يعني الظروف كانت ضدي كلها، ما كان مكتوب لي اني ادخل الرالي، عدة عوامل. كذلك بطولة المملكة يعني انهكتنا شوي، يعني خمس جولات.
بطولة المملكة العربية السعودية جت من الدعم من الدولة من هيئة الرياض والاتحاد السعودي، وهذه بادرة ممتازة جدا تأهلك الرالي دكار، تأهلك يعني كتمرين. فدخلنا رالي عسير، ودخلنا رالي القصيم، ودخلنا رالي العلانيوم، كذلك انتقلنا لرالي الرياض، بعدين النهاية رالي الشرقية. الحمد لله فريقنا جاب انجازات كثيرة، بس انا من اول رالي اللي هو من ثاني رالي اللي هو رالي القصيم تعثرت السياره، وللاسف يعني غيرت الموازين عندي، ولا اطمح انا كنت افوز ببطوله المملكه علشان اضيفها لبطوله العالم، ولكن 2021 ان شاء الله بكون جاهز للبطوله هذه، وبكون جاهز الرالي دكار ان شاء الله. بالنسبة للمسلسلات، تنفيذ الحركات الخطرة اللي ستانت مان بالمسلسلات، أنا أنفذ جميع الانقلابات والحوادث والتفجير والاصطدام والمطاردات كلها أنا أنفذها الحمد لله على أكمل وجه. طبعا أنا أكون داخل السيارة وأنفذ الحركات هذه باحترافية جدا. طبعا جربت أنا خارج السيارة وداخل السيارة، أنا أكون متمكن لما أكون داخل السيارة أفضل لي. مسلسلات كثيرة يعني اللي نفذتها وكلها والحمد صارت من أفضل المسلسلات، زي مسلسل طاش مطاش، مسلسل بيني وبينك، مسلسل خذ وخل، مسلسل هوامير الصحراء، مسلسلات كثيرة ما تحضر لي الآن، ولكن كلها والله الحمد نفذتها على أكمل وجه. ولذلك ما أنصح أي شخص يجي ينفذ حركات خطرة وما عنده خبرة كبيرة، تحتاج عوامل كثيرة، تحتاج أنك تعرف السيفتي بالسيارات كيف الخطورة، كذلك تحتاج بعد نظر، يعني تكون تعرف أنك ترفع السيارة على عجلتين، تعرف القفزات، تعرف الأمور هذه، لازم تكون عدة أمور عندك على أساس أنك تكون محترف بتنفيذ الحركات الخطرة. فما أنصح أي شخص يجي وينفذ الحركات هذه. بالنسبة للمشاكل اللي تصير لنا، الحمد لله المشاكل بالنسبة لي صفر، يعني صارت مواقف يعني مضحكة، أحياناً نأجل التصوير، أحياناً يعني نتأخر وكذا، بأسباب أمور فنية خارج عن الإرادة يعني. بالنسبة للناس المبتدئة أو الجديدة على الراليات، أنصحهم طبعاً إذا راح يطوروا ويبدعوا لازم يكون عندهم إصرار، لازم يكون عندهم عزيمة، لازم يكون عندهم عدد ساعات تدريب، لازم يبني صح يعني قيادة والتمرين، سواء الجيم يعني واللياقة البدنية، سواء التعامل مع الناس، سواء التعامل مع السيارة، سواء التعامل مع الفريق، لازم يجتهد ويكون جدا مثابر للشغلة هذه على أساس يوصل، لأن المشوار بعيد وطويل، على ما قال حبة حبة ويوصل للشخص للي وصلنا له يعني. طبعا طموحي من ناحية التصنيع إن شاء الله بأنهي السيارة هذه تيوب شاص مصنعية بإذن الله، يكون أغلاطها قليلة أو ما فيها أغلاط بإذن الله. كذلك أنا شخصيا على مستوى الشخصي بإذن الله راح أدخل بطولة عالم أو بطولة عالم مرة ثانية. بالنسبة للجراج إن شاء الله بيكون في جراج أكبر من هذا وأفضل، ولكن المرحلة هذه تجهيز الآلات. الحمد لله الآلات عندي حقت اللي تبع التصنيع كلها جاهزة عندي كاملة، إن شاء الله أطمح أني أطور الجراج أفضل وأفضل قريبا بإذن الله. عبد العزيز الرشيد متخصص في تطوير الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية للسيارات. دخولي بهالمجال كان من الطفولة، لأنه
أنا طبيعتي أحب أعرف طريقة عمل الأشياء كيف تعمل، وعندي قناعة دائماً أنه أنا أقدر أخليها تعمل بشكل أفضل من اللي صنعها، أو أني على الأقل أخليها تناسبني أكثر. هالشيء خلاني دائم أحب أجرب الأشياء الجديدة، أحب أعرف وين حدود الأشياء في العمل. خلال الفترة هذه كان في الحمد لله قبول من الأهل، كانوا يشوفون هذا، يعني كانوا يشوفونه كنوع من التميز، ما كانوا يعتبرونه شقاوة بالمصطلح هذا، لكنه كان تميز، فكان فيه شبه تبني، فكانوا يقبلون أني أجرب أشياء، أشتري أحيانا أشياء بغرض التجارب، فما كان عندنا مشاكل في الموضوع هذا. تطور الموضوع لحد ما صار خلال الفترة الدراسية الأولى صرت أحب أقرأ بعض الأشياء، أميل بعض المواد في الدراسة، دائما أحب المواد العملية أكثر. مع الوقت احتكاكي مثلا في السفر، في مع الشباب مثلا اللي كانوا بعمري، كان دايم عن الهواية أكثر بشكل عام. هواية كنا طبعا أطفال، لكن نحب السيارات مثلا، نحب أشكال السيارات، فكنت أحب أدخل في تفاصيل السيارات هذه، يعني مو قضية فقط السيارة، تلقاني أقرأ مثلا وش نوع السيارة هذه، كم جاء منها نوع، وش المواصفات اللي أضافوها مثلا. وأنا هذا برضو هذا شيء من الأشياء اللي ساعدني، أنه أنا أحب أخذ الأشياء للحد الأقصى دائما. الأمر هذا كبر معي أثناء مراحل الدراسية، لحد ما وصلت لمرحلة الثانوي تقريبا، بداية الثانوي كنت أدخل في الإجازات الصيفية، كنت أدخل أعمل بعض الشركات تدريب فترة الصيف بس. أتذكر واحدة من الإجازات اشتغلت في شركة إلكترونيات المتقدمة، هي شركة سعودية تصنع الأجهزة الإلكترونية وشرائح إلكترونية، وكانت تقدم تدريب للطلاب فترات الصيف. فلما دخلت حسيت من بداية دخولي في الشركة هذه، حسيت أنه أنا أحب المجال هذا، كأني أعرفه من زمان. فأتذكر لما كانوا يورونا الأقسام، يمشونا بين الأقسام في الأيام الأولى، كنت كأني أعمل معاهم، يعني كنت أحس أنه أنا هذا المكان يناسبني أكثر. فارتبطت دائما عندي في الذاكرة حب الإلكترونيات وحب الكمبيوتر والكنترولرز المتحكمات من قبل التخصص الجامعي. فما فكرت، لما خلصت الثانوي على طول دخلت تخصص إلكترونيات. وأثناء الدراسة طبعا كانت بداية تخصص أو بداية دراسة جامعية هي بداية تقريبا امتلاكي للسيارات، فكان الآن عندي شيء يخصني أنا اللي هو كان جزء كبير هوايتي، وبنفس الوقت أدرس إلكترونيات. وكان أصلا هذا تقريبا في منتصف التسعينات، فكان هذا بداية تحول السيارات أصلا إلى النظام الإلكتروني والكمبيوترات. فكنت أنا محظوظ أنه الفترة هذه كانت هوايتي ودراستي وسيارتي الخاصة، وشيء أساسي أنه الأهل ما كانوا عائق في الهواية. لكن في خطوط عريضة طبعا، في حدود أنا أعرفها وهم حطوها لي، وكنت ألعب في الحدود هذه، وكان كافيتني أنه أطور نفسي صراحة. هنا عندنا القطع اللي نقدر نستخدمها في تعديل السيارات أو التحكم في قدرة السيارات. مثلاً في بعض الأجزاء هنا نضيفها على السيارة لزيادة العزم، لزيادة القدرة. وهنا في أجهزة إلكترونية تساعدنا في التحكم في القدرة. أحياناً يكون طلب العميل هو إنقاص العزم، إنقاص قدرة السيارة، سواء السيارة مع سائق أو راح تقاد السيارة بأكثر من ظرف، في بعض الظروف ما نحتاج نطلع القدرة الكاملة للسيارة. ففي الأجهزة هذه تساعدنا أنه نتحكم في قدرة السيارات. وفي برضو عندنا وسائل السلامة، إحنا نجهز، ضروري تعلمنا من خبرتنا أنه قبل زيادة أداء السيارة أو زيادة أداء المحرك لازم وسائل السلامة تكون جاهزة وحاضرة في بناء السيارة، لأن زيادة أداء من غير سلامة هذا معناته خطر أكيد. بديت أدخل في الجانب الإلكتروني وبرمجة السيارات وتغيير المتحكمات للسيارات، لحد ما خلصت تقريبا دراستي في الإلكترونيات وكملت في الحاسب الآلي، تخصص أكثر برمجة. بعدها صرت تطبيقي صار مباشر للسيارات، ففعلا كنت أستفيد من تخصصي، ما يكون مو نفس التخصص لكنه فتح لي أبواب في المجال هذا. قدرت فيها أنه فعلا أطور بعض السيارات. في البداية كان مجرد هواية، كان مجرد فضول، وقتها ما كان الإنترنت يعني يعتبر مرجع أساسي للمعلومات، فكانت المعلومة صعبة، فأي معلومة تعتبر كنز يعني. فكان في مجتمع مهتم في المجال هذا، مجال الإلكترونيات والآلات. وقتها كنت أمتلك سيارة وأصريت على أهلي لحد ما شروا لي دراجة نارية،
وعدلت أشياء فيها، وكنت أكلم شركات برا. وقتها ما كان في أونلاين، فكنت أرسل لهم فاكس واستعمل البطاقة الائتمانية حقت الوالد عشان نسدد. المهم فدخلت في الدراجات النارية، وكان في بطولات دخلت فيها كاحتراف وليس أنه بس دراجة نارية، فدخلت فيها وسوي سباقات وأخذت رخصة فيها، واستمريت تقريبا مدة 4 سنوات مشاركات رسمية. وخلال الأثناء هذه كنت أطور في أنظمة سياراتي أنا مثلا والناس القريبين جدا من أصدقائي، لحد ما صار لي حادث تقريبا عام 2000. كان حادث، يعني حادث كبير، وتأثرت وصار عندي إصابة منعتني من المشي. جلست أكثر من سنة ما أقدر أمشي، وسافرت برا العلاج أكثر من مرة. فهذا حط شوي، كان زي العلامة في الهواية أنه لازم أنتقل إلى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الاحترافية أكثر، وحط حدود، حط حدود جديدة. بعدها صرت أقل دخول في الهوايات خلينا نقول الجسدية العنيفة، إلى وديتها أكثر للتطوير والأعمال المهنية، صارت يعني مهنية احترافية أكثر منها جسدية. ما أحب أجرب الأشياء وأنا أسوقها مثلا، لا. مثلا كيف تعلمت أنه في أجهزة تنحط عليها الآلات وتصير أجهزة محاكاة تحاكي وضع المحرك على الشارع، لكن هو أو على حلبة السباق، لكن هو في بيئة مغلقة آمنة. أعطانا دفعة كبيرة أنه أمارس هوايتي بخطورة أقل. مثال على الأجهزة اللي نستخدمها لمراقبة وضع السيارة هي الشاشة هذه اللي قدامنا. الآن نقدر نركبها على السيارة، راح تخبر السائق بكل تفاصيل السيارة أثناء القيادة. لو كان في أي خطأ راح تعطي تنبيه بعدة مراحل إلى مرحلة الخطر مثلا، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأرقام واستهلاك السيارة، سواء من الكهرباء من البنزين، أي حدث يكون غير طبيعي في السيارة الشاشة هذه راح تنبه السائق له. خلال فترة ممارسة الهواية عرفتني على ناس كثير كان عندهم نفس الاهتمام ونفس الشغف اللي أنا موجود في المجال، وإن اختلفت التفاصيل طريقة حبنا لأي جانب في مجال الهواية هذه، اكتشفنا أنه في مجتمع كبير كله محب للمجال هذا. ما أبغى أسميها رياضة، هي هواية أو مجال أو تخصص، وكل واحد عنده جانب قوي في هالمجال. هو المجال كبير، سواء إلكتروني أو ميكانيكي أو حتى تجارب. في ناس يحب يجرب، ممكن ما يحب يسوي الأشياء نظرية لكن يحب يسويها عمليا. تقريبا استمريت في هواية المحركات، وقتها كان الدراجات النارية، ودخلت فيها إلى مجال أنه مشاركات رسمية في مسابقات على مستوى الخليج وعلى مستوى السعودية. كان في مجتمعات للدراجات النارية فتسوي تنظيمات سباقات، وكنا نشارك في الخليج. يمكن بحكم أنه الرياضة ما كانت مشهورة وقتها في المنطقة، فما كان في توجيه، فكنا أشياء كثيرة نأخذها بالتجربة، لكن هذه ما كانت تجربة بسيطة، كانت تجربة مؤلمة. لازم أهدي من سرعة التجارب الغير محسوبة، حب الأكشن الغير مدروس، إلى تنظيمه أكثر. أستمتع في هوايتي، أطور فيها، أحب أكون سباق في أشياء كثيرة، لكن مو على حساب أشياء ثانية، سواء الصحة أو الدراسة أو الحياة الخاصة. فأنا أعتقد أنه من 2000 دخلت مرحلة جديدة في مرحلة الهواية بشكل عام. بعد الإصابة يعني كان صعب علي أرجع الدراجات النارية، أول شيء بسبب الإصابة، الشيء الثاني كانوا الأهل، يعني وصلت إلى الخط اللي كانوا حاطينه اللي هو خط السلامة، فكان صعب جدا، يعني كان خط أحمر الدراجات النارية بالنسبة لي. فهذا كان آخر تجربة لي بالدراجات النارية. وقتها كنت لازل أحب أطور في السيارات وأغير فيها وأجرب أشياء جديدة، فرجعت على نفس المسار حق السيارات، وتركيزي صار أكثر، وخبرتي صارت يبدو لي أكثر أسهل للوصول للمعلومة، فخبرتي صارت تطورت جدا. في الألفينات صارت الوصول للمعلومة أكثر، يعني فصرنا لما نجتمع كلامنا كله يكون كيف تغير طريقة تفكير السيارة. السيارة لها كمبيوتر، والكمبيوتر هذا زي المخ للسيارة، هو اللي يتحكم في كل شيء. إحنا نحاول نغير طريقة التفكير هذا. كيف أقلم كمبيوتر السيارة عشان يسوي الأشياء اللي أنا أحتاجها؟
سواء فوق قدرات السيارة أو أشياء مختلفة. أحياناً نقدر نغيرها بنفس القطع اللي تجي في السيارة أساساً، سواء سيارة أو آلة، وأحياناً لا نضيف لها أشياء. في قمة حبنا للأشياء هذه كانت هي الثورة تقريباً في عالم دخول الإلكترونيات للسيارات، هذه في الألفينات. فأنا كنت محظوظ أنه أنا في الوقت اللي أنا كنت أحب الشيء هذا بالذات كانت الشركات تتنافس، سواء الشركات المصنعة للسيارات أو الشركات المصنعة للأجهزة المتحكمات للسيارات. فأنا كنت جزء من التطوير اللي قاعد يكون هذا، أنا كنت حاضر وأشوف الفرق، وكنت أعمل عليه على مستوى صغير، على مستوى الهواية يعني. استمرينا تقريباً من 2001 إلى 2005-2006 في مكان مغلق كذا، لكن صار لنا شباب يسمعون عننا كثير، المهتمين في السيارات يسمعون، اللي واجههم مشاكل إحنا كنا سابقين اللي كانوا في محيطنا في وقتنا في المجال هذا، كنا سابقينهم شوي. فكان كثير تجينا أسئلة أو طلبات أنه نبغى تشوفوا لنا الشيء هذا، نصلحوا سوينا زيكم، صار عندنا مشكلة الفلانية. بحكم أنها هواية كنا نحاول ننشر المعرفة هذه، لكن ما كان في خيارات زي الآن، يعني المنصات اللي تساعد الآن في نشر المعلومة، فكانت كلها قائمة على اللقاءات والمقابلات، سواء في تجمعات السيارات أو على مستوى الأصدقاء. في 2006 قررنا نحولها إلى عمل تجاري، فأخذنا محل نقدم خدمات للناس سواء في مجالنا، لكن مجالنا ما كان كبير جدا يتحمل أنه يبدأ في بزنس، فكنا نسوي خدمات إضافية اللي مثلا زي بعض التطوير الميكانيكي للسيارات بدينا نسوي. وخلال فترة عملنا في الأشياء الإلكترونية كنا مضطرين نطور مستوانا في الأشياء الميكانيكية، لأنه إحنا ما نقدر نسابق فقط إلكترونيا، إحنا لازم ندخل في السباق إحنا جاهزين. فحتى ميكانيكيا طورنا أنفسنا بسبب الحب للأشياء الإلكترونية. أتكلم عني شخصيا، لأن أنا كنت مهووس بالجانب الإلكتروني والجانب البرمجي في المحركات. فلما بدينا في عام 2006 كانت بداية ناجحة، لأنه إحنا كنا جاهزين، إحنا بس كنا ننتظر إنه نفتح أبوابنا من غير ما نحس بالشيء هذا، كانت الهواية مجهزتنا من غير ما نحس. من 2006 بدأ العمل تجاري، وحتى الآن موجودين. خلال الفترة هذه اللي فاتت غيرنا مساراتنا كثير، طورنا أنفسنا. في البدايات كنا نتعب عشان نشتري منتج من شركة، الآن الحمد لله صارت الشركات تتواصل معنا عشان نجرب بعض أجهزتهم. الموضوع تعدى مرحلة إنه تطوير السيارات الاستخدام الرياضي، صرنا نسوي تطوير السيارات حتى المجال الاستخدامات الخاصة، سواء استخدامات الشركات، استخدامات النقل، استخدامات الطبية. يعني الآن نحن نقدم حلول متكاملة للسيارات. في عام 2001 أخذنا المكان هذا، كان مكان فقط للهواية، ممارسة هوايتنا، ما كان في أي نية تجارية، جمع أغراضنا نجهزها، نحاول نطور سياراتنا أو المحركات اللي نشتغل عليها عشان نروح نشارك فيها، سواء بسباقات في الخليج أو في بعض السباقات الرملية كانت تصير في السعودية. استمرينا على هالحال لحد 2005-2006، وقتها جاء فكرة تحويلها إلى عمل تجاري. الآن إحنا نقدر نسوي خدمات، تقريباً جميع خدمات السيارات كحلول. الآن ممكن يجينا شخص عنده مشكلة معينة، طلب خاص في السيارة، إحنا نجلس معه نعطيه اقتراحات، بداية من أداء السيارة أو أداء المركبة، زيادة نسبة الأمان في السيارة. ممكن بعض الاستخدامات يكون لها تحتاج أجهزة خاصة، مثلاً قياس بعض القراءات، التسجيل. بعض السيارات مثلا لو اخذنا مثال سيارات السباق، احنا نقدر نخلي السياره بعد ما تشارك في السباق ترجع لنا نقرا جميع القراءات اللي مرت عليها اثناء السباق، نعرف بالضبط كيف كان ادائها، اذا كان في شيء يحتاج تغيير نسويه استعدادا للسباق القادم. لو لا قدر الله صار في عطل نقدر نعرف تماما العطل هذا صار من ايش وكيف نتفاداه. احيانا القراءات تكون ابعد من كذا، نحتاج حتى قراءات عن الشخص اللي جالس يسوق السيارة، ممكن ناخذ بعض قراءات الحيوية منه عشان نعرف مثلا تصرفه كيف كان أثناء قيادة السيارة. بعض فرق السيارات تحتاج تعرف تصرف قائد السيارة وش كان ردة فعله، مثلا فرامل السيارة، سرعة استجابته للضوء الأخضر لبداية السباق. احنا نقدر نعرف
المتسابق كم جلس لحد ما استوعب انه اللمبه ولعت، اشاره الانطلاق، تحركت السياره. ونحاول نتحايل على اجهزه ثانيه عشان نسوي الوظائف هذه، الان لا، الان في اجهزه كامله متكامله لكل حلول السيارات. عشان نقدر نحقق نجاح في تطوير السيارات او تطوير اداء اي مركبه كانت، نحتاج بيئه عمل امنه عشان نسوي تجاربنا، الاختبارات اللي بنسويها، الفحص مع العميل عشان نتاكد انه حصل على طلبه. جهزنا غرفه فيها وحده قياس، فيها جهاز قياس زي محاكاه لاستخدام السياره في الشارع. لما اخلص التعديل المطلوب ما اقدر اعطي العميل السياره اقول روح جرب في الشارع مثلا، او جرب في البيئه اللي انت تحتاجها. احنا لا، احنا جبنا الجهاز المحاكاه هذا، نحط السياره عليه، اشبه ما يكون تخطيط القلب للمريض. نربط السياره او المركبه، نحط جميع الحساسات، جميع القراءات نقراها من السياره، ونعرضها للضغط مشابه للضغط اللي راح تواجهه السياره في الاستخدام الطبيعي، سواء هي سياره تستخدم في الطرق او في مثلا الاستخدامات البريه والسباقات. ومنها نقدر نحكم على مدى تحمل السياره او التعديل اللي سويناه للظروف اللي راح تواجه السياره. بالطريقه هذه عملنا صار اكثر امان، اكثر احترافيه، ونتائج كانت معنا افضل. في مجال التعديل للسيارات ما يقتصر الوضع على سباقات السيارات فقط، فيها اشكاليه معينه، بعض السيارات يكون فيها اشكاليه معينه، الاجواء انا مثلا بسبب طبيعه الجو او طبيعه استخدام السياره، او مثلا الاشخاص اللي عندهم مثلا يستخدمون السياره الحموله اعلى من السياره المصممه له. عادة المصانع تحط حد مجال يسمح بالتطوير، يعني احنا نقدر نزيد كفاءة السيارة. خلال فترتنا، فترة الهواية، تعرضنا لصعوبات كثيرة كان ممكن نطلع من المجال، سواء صعوبات مالية أو صعوبات تنظيمية، وكان في بسبب رياضة السيارات ما كانت نظام معروف بالشكل اللي احنا نمارسه، كان في نظام عام، ما كان في نظام واضح. بالاضافه الى انه احيانا تكون في رياضه السيارات مكلفه، بالاضافه الى انه احنا كان عندنا ارتباطات اخرى سواء تنظيميه او اجتماعيه، بحكم انه كل واحد صار عنده اسره وارتباطات، او ماليه بحكم انه هذه رياضه مكلفه وهوايه مكلفه. مرت اوقات انه الواحد يعيد التفكير، هل لازم استمر؟ لكن كانت الانجازات تساعدنا دائما ان نستمر، وكل فتره كان يجينا انجاز جميل، وكان كانه ينبه الناس انه في منطقه او في هوايه كان ممكن تجيب نتائج. وعلى الصعيد الشخصي كانت داعمه لنا، يعني تخلينا نكمل مشوارنا في التعديل. كان في انجازات كثيره، يعني انجازات الفوز كانت من تقريبا 2005، كانت الحمد لله مستمره، وكنا شبه بالفئات اللي نسابق فيها، كنا تقريبا مسيطرين على الفئات هذه كفريق. لكن في نقاط، انجازات، نقاط سويناها كهوايه فتره السباقات كانت عالميه، فكانت هذه اشياء لا زلنا اثرها الايجابي نعيشه الى الان، لا زلنا واحد من الاشياء اللي تخلينا متمسكين في الهوايه، انه في يوم من الايام انحطينا في لسته متسابقين على مستوى العالم من اسرع 5 سيارات على مستوى العالم. وعندنا تسجيل انه مسجله ومثبته انه كريكورد، يعني رقم مسجل. في بعض الاشياء كانت برضو تدعمنا من ناحيه انه نكمل في المجال هذا. في فتره من الفترات فتحت حلبه في جده ريسوي، اذا ما كنت غلطان، كانت في 2007، وشاركنا فيها في اول نسخه للسباقات واخذنا فيها مركز. فكانت هذه تعني عندنا شيء، لانه كانت اول بطوله تقام في نوع السباقات اللي نسابق فيه في المملكه العربيه السعوديه. فكانت هذه جزء، يعني كانت محطة مهمة نعتبرها في سباقاتنا. بعدها استمرت الإنجازات، سواء السباقات على مستوى الخليج أو على مستوى السعودية، لأنه صار في عدة سباقات. خلال الفترة هذه كنا احنا مركزين على نوع واحد من سباقات السيارات، اللي هو سباق الدراج ريس، اللي هو سباق تحدي الزمن. لكن بحكم انه سباقات السيارات أو السيارات عموما في بينها ارتباط، يعني كلها تعتمد على غالبا على قوة المحرك، على نظام التعليق، على الأوزان وتوزيع الأوزان في السيارة. فكان حتى مجالات السيارات، سباقات السيارات اللي خارج أنواع تحدي الزمن، كانوا يلجؤون لنا أحياناً بعض المساعدات نسوي لهم في سياراتهم. فكنا نشتغل حتى في مثلاً في بعض السباقات الرملية، في سباقات الرالي مثلاً، في سباقات الدريفت حديثاً، هذه بطولات جديدة صارت الآن. توقفنا فترة عن المشاركة بالسباقات لأن كانت فترة توسع في البزنس، وكان إعادة ترتيب. الآن تقريباً وصلنا إلى مرحلة ثبات،
ترتيب عام، ففكرنا نرجع نشارك، لكن المرة هذه فكرنا نشارك بشكل مختلف، بشكل أكبر، في تمثيل للمملكة العربية السعودية بشكل أفضل، اللي هو نشارك بسباق في أمريكا، نشيل سياراتنا في شهر 9 ميلادي. طموحنا أنه نكون جزء في تصنيع أول سيارة سعودية، وأنا شايف الأمر هذا قاعد يمشي بشكل سريع. أنا ما أشك أبداً أنه راح يكون في سيارة سعودية. مركز السلار هو مركز تجاري، لكنه قام أساساً على الهواية، والمحرك الأساسي هو الهواية، ولازلنا إلى الآن عندنا قناعة أنه لو يوم من الأيام ما كان العمل هذا مجدي مالياً إلا أنه أكثر من مجدي على صعيد الهواية، وراح نستمر فيه وراح يرجع زي أول، نفس الإنجاز لكن بمسمى هواية.